مؤخرا صرنا نشوف ونلاحظ توجه بعض الشباب الى قرار الزواج المسيار، واللي يعتبروا البعض منهم انه ملاذ لهم من صعوبة الزواج التقليدي. اليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع واقبال الشباب على هذا النوع من الزواج من الجانبين. البداية مع دكتور الهنوف الحقيل، مستشارة أسرية وزوجية. اهلا وسهلا فيك دكتور الهنوف. السلام عليكم، حياكم الله، اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا دكتور الهنوف. في البداية، هل هناك نمط اجتماعي يؤكد إقبال الشباب على الزواج المسيار؟ أول نقطة اللي ببدأ فيها معاكم قضية زواج المسيار، ولو تعطوني مساحة شوي واسعة في الرد. الزواج هذا من أهم الأسباب اللي فيه كثير مشكلات كانت مسببة فيها الطلاق بسبب زواج المسيار، إما من وراء الزوجة الأولى، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعطيني مؤشر كبير واضح وصريح أنه الرجل غير قيادي وغير يعني ما يطلق عليه اسمه رجل حقيقي، لأنه ما قاعد يؤدي كل الواجبات الحقيقية تجاه هذه الزوجة. ثلاثة والأهم، المرأة عدوة نفسها في أحيان كثيرة لما تقول تعالوا خذني مسيار، قلل من حقوقي وقلل من كل ما الله سبحانه وتعالى أوجبه لي وتعال خذني مسيار. قضية الزواج المسيار أصبحت يعني أنا أقدر أسميها الزواج المقنن، اللي فيه من خلاله إشباع بعض الجوانب، إما كانت غريزية وكأننا يعني استغفر الله حيوانات، أو تكون أمور من جانب آخر نفسية وغيرها بطريقة غير مباشرة من تحت الطاولة. خلينا نجيبها بالعامية، يجيك من 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 دون ما تدري عنه زوجته، أو من خلف ستار يروح يتزوج لك وحدة مسيار، يقول انبسطوا شوي يا رجال، وهذا الكلام نلقاه احنا كثير بين الرجال، انبسط ولا حد بيدري عنك. هل من سمات الرجولة انك تقدم على هذه الخطوة من وراء زوجتك عشان تشبع نفسك، تشبع غرائزك، او تشبع حاجة في نفسك انت، وبعدين تضر فيها طرف آخر موجود معك، تطلق هذه اللي متزوجتك مسيار، أو تطلق مرتك الأولى، أو تنهد الدنيا. وكثير حالات أنا جتني في العيادة بسبب هذا الموضوع. زواج المسيار نهائيا ما أعتقد يعني أنا حقيقة أنه زواج كامل الأركان. طيب، ثانيا أنا أطالب من هذا المنبر فعلا أنه زواجات المسيار نهائيا لا يعتد بها ولا تؤخذ. حنا في مجتمعنا، وانت قلتيها تو، أنها بشكل واضح ومتكرر نلقاها. بتقولون لي علشان الجانب المادي، نعم أنا معكم فيها عشان الجانب المادي، لكن فيها كثير من المساوئ اللي المرأة تسببت لنفسها فيها حقيقة. الآن البنت تطلق، بس آخر نقطة وبعطيك، أنا أدري أني انطلقت بس بعطيك هذه النقطة الأساسية اللي بقول لك عليها، أنه المرأة فعلا إذا صارت منفصلة الحين في مجتمعنا بسبب كثرة هذا الزواج، صارت 60-70% يجيها فرصة زواج مسيار، والباقي زواج زي الناس والأوادم. قلت فرص الزواج اللي زي الناس والأوادم لأنه زواج المسيار أصبح متاح، ويكلمون بعين قوية، ترى أنا ما أبغاك إلا مسيار، بعين قوية وكأنه حق من الحقوق. لا، أنت ما قاعد تمشي على الدين بهذا الشكل. الدين وزواج المسيار ما كان موجود على عهد الصحابة وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الزواج وأساس الزواج الإشهار، المسيار ما فيه إشهار. بالضبط. طيب دكتور الهنوف، يعني أنا شخصيا بغض النظر وش هو موقفي من زواج المسيار، لكن خليني أتكلم وش اللي موجود على أرض الواقع. زواج المسيار زواج موجود مشرع، إذا كنا بنتكلم على موضوع الغريزة أو الاحتياجات الشخصية للرجل أو المرأة، هذه فطرة ومن حق الطرفين إنهم يعني إنهم يتزوجوا بما يتناسب مع الفطرة الإنسانية أو الفطرة البشرية. الشغلة الأخيرة اللي كان حلمك علي دكتورة الهنوف، أنا بقولك أنا مو رأيي هذا، أنا أتكلم عن الناس إيش ممكن ترد تقول. زواج المسيار اللي يعني بعض الناس لهم ظروفهم، فأنا تعليقي الآن أن المشكلة مو اللي في المتزوج والزوجة الثانية مسيار، الفكرة أن الحين حتى اللي ما سبق له الزواج يستسهل زواج المسيار. إذن صح، إيش هي الدوافع الاجتماعية أو المشكلات الاجتماعية حتى الشباب اللي ما سبق لهم الزواج يتزوجوا؟ هل هو أقل مسؤولية، أقل تعقيد، أقل ارتباط والتزام؟ إيش الأشياء اللي تخلي الشباب اللي هم لسه أصلاً ما شافوا شيء في الزواج يروح يتزوجوا مسيار؟ حطيها عندك قائمة الآن. رقم واحد،
قضية الجانب المالي أو الصعوبة في المهور، المهور الآن يقول لك متصاعدة وإحنا ما نقدر ندفع مهر، فأروح أخذ لي مسيار وحدة على بيتها تصرف علي، وهذا جزء ينافي يعني خلينا أقول التكوين الطبيعي للأسرة. وحدة تأخذني على بيتها تصرف علي، تونسني، تسفرني، هذا كمان ينافي الصورة الطبيعية للتكوين الأسري للرجل. نعم. نجي للمرأة، المرأة في أحد الأسباب اللي ممكن تطرح وحدة تبغى تتزوج، زواج يمكن هروبي يكون، وهذا خطأ، هروبي هي بتهرب، هي بس تبغى الزواج بالاسم، أو تبغى تكون مسماها متزوجة بدون مع وقف التنفيذ على قولتهم، يعني منفذ أجزاء بسيطة في هذا الزواج. فبالتالي برضو هذا ينافي أنه الزواج هي مسألة توافق بين الطرفين، بينهم مودة، عشرة، رحمة، بين الطرفين يعني مشاركة في جوانب كثيرة مدى الحياة، كأنه اتفاق في عقد ورقة في جزء معين. فهذه أحد الأسباب، إما المالية أو لأنه شخص في النهاية كل أبوها تصب في قالب واحد، وشي أني أنا ما أقدر أكمل في هذه العلاقة، هذه العلاقة ترى ممكن تنهد، قاعدتها مهلهلة. فوين الحين نقدر نشوف أنه هذا زواج يعطيني الأمان العاطفي، ويعطيني الأمان المادي، ويعطيني الأمان النفسي، ويعطيني ولا أمان فيه؟ صحيح. ولا وامتد منه زواجات ثانيه للاسف تجي في العياده وفي كل مكان، الزواج اللي على ورق ذا اللي يجيب لك ورقه بينه وبينها. فالمأساه في مواضيع الزواج وتحليل، والتحليل على كيفهم في الجانب الشرعي، ويشيل لك شيء ويحط لك شيء، الحلال وبين والحرام وبين. صحيح. يعني قضيه زواج المسيار غير متكامل في اجزاء كثيره، انا ماني مختص شرعي، ولكنه زواج المسيار ينافي اساسيات الزواج الرئيسيه، ومن ضمنها الاشهار والوضوح، وانا احقق الامان للطرف الاخر بما آتاني الله من قدرات سواء المرأة أو الرجل. واضح، واضح جدا دكتور الهنوف. ما أنك جبتي طاري الشرع في هذا الموضوع، كمان احنا حابين نتناقش في هذا الجانب أو الجانب الشرعي أيضا، وينضم لنا عبر الهاتف الدكتور طارق الحواس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل. يا هلا وسهلا فيك وحياك الله دكتور طارق. مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. شكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوة. طيب دكتور، خلينا نتكلم يعني بس عشان نقطع الشك باليقين، ونسأل هذا السؤال واللي دائما وكل يوم وأبدا دائما ينسأل هذا السؤال، هل هذا النوع من الزواج دكتور يعد شرعا 100%؟ وأبرز، إذا كان نعم الجواب، أبرز شروط هذا الزواج أو زواج المسيار بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يتم الحكم على هذا النوع لابد من معرفة حقيقة ما يتم أو ما هو القائم. الأصل حينما صدرت الفتوى من أكثر من مجمع فقهي ومن أعضاء من هيئة كبار العلماء ومجموعة كبيرة من أهل العلم بجواز زواج المسيار، كان الكلام حول زواج مكتمل الأركان على أن هناك ولي وهناك عقد وهناك شهود وهناك مهر. فإذا تمت جميع الأركان المذكورة فالزواج شرعا يعتبر زواج صحيح. أما أن يكون هناك تنازل من المرأة عن بعض حقوقها بالاتفاق بين الطرفين فهذا جائز شرعا، كان تتنازل عن النفقة أو تتنازل عن المبيت أو تتنازل عن السكن، هذا حق من حقوقها تنازلت بإرادتها. أما حكم الزواج ينظر في وجود الأركان، موجود ولي، موجود شهود، موجود إيجاب، موجود قبول، موجود مهر. إذا هذا هو هذا الزواج المسيار الذي تمت الفتوى عليه أنه جائز. أما بس ما دكتور ماذا عن الإشهار دكتور؟ يعني الإشهار هو أهم شيء في تمام. نعم صحيح. صحيح. الإشهار ليس بالضرورة أن يكون يعني كل الأمة تعلم، إنما يعلم أهل الزوج أو أهل الزوجة أو من حولهم، يكفي هذا. يعني حضور وجود شهود، وجود والد الزوجة، وجود أحد من أقارب الزوج أو من حوله، مجموعة تكفي هذا في أن يكون هذا إشهار، ليس بالضرورة أن يكون خبر عاجل في روتانا خليجية. ومجرد دكتور طارق يعني عفوا، إحنا ما قلنا أنه يكون خبر عاجل في روتانا خليجية، بس إحنا قلنا إشهار، والإشهار المعروف فيه أنه الناس اللي حولك كلهم يدرون، سواء من أهل العروس أو من أهل العريس. لما يقام زواج المسيار
أهل العريس ما يدرون علشان لا يوصلون لأهل العروس، يكون العريس لحاله رايح عند الشيخ وأهل البنت ممكن يكونون فيه وممكن ما يكون فيه بما ينوب عنها أخوها أبوها أي أحد، والناس ما تدري اللي حالها. هذا اللي إحنا ممكن أسألكم، ما فائدة الإشهار؟ عشان الناس تعرف الإنجاب. طيب الناس اليوم من يعرف عن الناس اليوم؟ الناس تعيش اليوم كل يعيش لمفرده. كيف أعيش مفردي؟ كيف أعيش مفردي وأنا في زواج؟ لا لا، كيف؟ المفهوم الشرعي للزواج هو أن يكون يوجد فيه هذه الأركان المهمة وأن يشهر بين أهلها وجماعتها، ليس بالضرورة كل من يراني لابد أن يعلم، هذا ليس شرطا، أن يكون هذا أمر مستحب ومطلوب جيد، أن يقول أن يقال أن هذا شرط وإذا لم يتحقق يكون الزواج باطلا، هذا غير صحيح، لأن ضابط الإشهار نختلف فيه من 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 بلد إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، ليس بالضرورة لابد كل من حولي يابد أن يعلم علم اليقين ما هو جد في حياتي من زواج من طلاق، من ليس بالضرورة، يكفي أهلها وليها إخوانها أخواتها الذين يعرفون أنها انتقلت من منزل إلى منزل أو من مكان إلى مكان وهو كذلك ومن جاورهم، يكفي هذا، ليس بالضرورة كل الناس. طيب مع ذلك أنا لا أرى الآن المشكلة القائمة هي تتعلق بالإشهار فحسب، هناك اليوم استخدام خاطئ لهذا النوع من الزواج والتخلي عن أركان، اليوم يقال عنه زواج مسيار وهو يتم بغير ولي، يقال عنه زواج مسيار وهو لا يسجل نظاما، يقال عنه أنه زواج مسيار وهو ليس فيه شهود، يعني هذا لا يجوز أن تسمون هذا أو يسمي الناس أن هذا زواج مسيار، هذا مسيار مشوه، هذا زواج المسيار. نعم هذا مسيار مشوه، صح. طيب. أيوة، إذا لا بد من تحديد مفهوم زواج المسيار الذي تمت الفتوى فيه، الذي تمت الفتوى فيه هو زواج شرعي مكتمل الأركان فيه تنازل عن بعض الحقوق فقط لا غير. طيب دكتور، احنا حابين كمان يعني بحكم تخصصك ومجالك وعلمك، حابين نتكلم اكثر عن يعني الحين بنشوف في توجه للشباب والشابات لهذا النوع من الزواج، زواج المسيار، رغم انه هو مشروع، انا ما اتكلم عن مدى يعني شرعيه هذا الزواج او ما شوه من وراء او الصوره التي شوهت من وراء هذا الزواج، لكن السؤال يعني برايك ايش السبب إنه الشباب والبنات صاروا يفضلوا هذا النوع من الزواج عن الزواج التقليدي الرسمي المعروف اللي تقوم من وراء أسرة فمجتمع؟ الزواج المسيار في أغلب الأحيان بيكون زواج مؤقت. لا، إذا قلنا أنه مؤقت هذا يكون لا عفوا هذا لا عفوا ما أقصد يا دكتور، ولذلك أنا قلت لابد نضبط المعنى حتى لا نقع في الحرج الشرعي، إذا قلنا أنه زواج شرعي مكتمل الأركان ما نقول عنه أن هذا زواج أنا يعني أقصد مش حالي. أن ليس محكوم له بالديمومة، خليني أقول أنا قلت أنه مؤقت، أنه إحنا بعد شهرين ثلاثة بنتطلق، هذا صار متعة ما على خلاف، لكن القصد أنه لما يكون الزواج في بعض التنازلات والتشوهات اللي قاعدة بتصير في هذا الزواج المشروع، إلا أنه في الآخر بعد سنة تقول لك والله مو داري عني، والله تبغى تخلف، والله ترجع للحق اللي الله كان كاتبه لها وهي تنازلت عنه. صحيح كلامك، هذا موجود، والسبب في ظني اللي يجعل بعض الشباب أو الشابات يلجؤون إليه بعض الظروف الاجتماعية، بعض التطورات في الحياة الناس، بعضهم يريد أمور ميسرة، الذين شددوا في أمور حفلات الزواج ومطالب الزواج أثقلوا كاهل الزوج، وربما حتى أثقلوا كاهل الزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة، اليوم أدنى حفلة زواج ممكن أن تقام حتى يسعد بها الناس تكلف أقل شيء 100,000 ريال. نعم. يعني في أصبح مبالغات تجعل كثير منهم يقول لا خلينا على الزواج اللي أنا أسميه، ما أسميه زواج مسيار، أنا أسميه الزواج الميسر الذي يكون في توافق بين الطرفين مع وجود الولي والشهود وعقد نظامي، ويتم في التنازل عن بعض القضايا لتحقيق الهدف الأكبر وهو الزواج. صحيح صحيح. طيب الدكتور، خلينا نتكلم بكل صراحة وكل أريحية، البعض يقول لك أنه هذا الزواج تم تحليله لمصالح شخصية أو لرغبات شخصية من بعض الناس أو الناس اللي حللوا هذا الزواج، فكيف تقدر ترد عليهم عشان يكون الزواج حلال فهم حللوا هذا الشيء للناس؟ هذا مو كلامي أنا، كلام الناس، أو هذه تعليقات دائما ما نسمعها، تفضل. الكلام مثل هذا الكلام يعني أن أحكم على من قال بجواز المسيار أنه كافر،
ليه؟ لأنه حلل ما حرم الله. الذي يقول حللوا يعني كأن شيء محرم ثم هؤلاء حللوا. ما حد يملك التحليل والتحريم. أي عالم يقصد منه فتوى إذا لم يكن لديه دليل شرعي على جواز هذا فقوله لا يؤخذ به. وكما كان يقول الإمام الشافعي: إذا رأيتم أقوالنا تخالف النص فاضربوا بها عرض الحائط. ما في من قال ان العلماء. بس هل كان هذا الزواج دكتور موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لحظه، اذا قلنا هو الزواج الشرعي، هو موجود ولي وموجود شهود وموجود مهر وموجود ايجاب وموجود قبول، هذا هو الزواج. صح. بس هل كان موجود دكتور في عهد الصحابه؟ الصوره هذه اللي تذكرينها ليس بالضروره، لكن في تنازل في عهد الرسول. نعم في تنازل عن بعض الحقوق. سوده بنت زمعه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطلقها قالت: يا رسول الله تطلقني وأهب ليلتي لعائشة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت على ذمته، وقد تنازلت عن حق من أهم حقوق الزواج وهو المبيت. بس هذا ما له علاقة دكتور، معليش، هذا يعني هذه القصة صح يعني أكيد. لا لا، أنت تتكلمين عن الحلال والحرام. أنا لا، إحنا نتكلم عن يعني الزواج، يعني كان في زواج مسيار أيام الرسول ولا لا؟ الله يصلح، يعني معليش، الأمور هذه ليست تؤخذ بالعاطفة. أنتم قلتوا كلمة أكيد كبيرة أكيد جدا. أنتم تقولون كيف حللوا؟ من الذي حلل؟ ما أحد يملك أن يحلل شيء حرمه الله طبعاً، أو يضيف على الشرع شيء غير موجود. حنا لما نقول زواج المسيار هو وجود زوج وزوجة ولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول، هذا هو الزواج. إيش بغي؟ لا بد يكون حفلة، ولا بد يكون أمام الخلائق، ولا بد يكون مرتكمل مكتمل الأركان. ليس بالضرورة يعني مكتمل، أقصد من كل وجه، بحيث لا بد مبيت كامل ولا بد. أحيانا بعض الزيجات أصلا القائمة اللي تم فيها حفل وتم فيها إعلان فيها من النقص ما الله به عليه. نبطل هالزيجات ونقول والله خلاص بطلوها. في ناس يضطر يبتعد عن زوجته لعمل سنة كاملة ما جاء راضية هي لوجود مثلا حاجة. أحيانا ظروف اجتماعية تطلب الزوجة أن تبقى عند أمها لمرضها فيحرم هو من قيام زوجته. ما يخالف دكتور طارق، بس الإشهار واجب، الإشهار لازم. احنا ما قلنا سر هذا بين الزوج والزوجة. احنا قلنا الإشهار، ما هو ضابط الإشهار؟ ما هو ضابط الإشهار؟ هل لابد على الملأ ولا يكفي أهلها وأهله ومن بجوارهم؟ ضابط الإشهار لابد أن يضبط ولا لابد؟ طبعا الزواج عندنا ليس خفية، بل هو زواج مشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات ليلة ورأى عرسا الناس يحتفلون به قال: إن الله يحب هذا. إظهار الحلال هذا أمر مطلوب شرعا، ولكن احنا قد نختلف في ضابط الإشهار. نعم لا بد أن نكون للملأ، هذا ما هو صحيح. يكفي أهلها وأهله ومن بجاوره ومن يرون أنه يخرج معه حتى لا يتهمون. نعم دكتور. لا نحمل زواج المسيار الذي أفتى العلماء بجوازه الصور المنتهكة في الواقع. هناك صور انتهاكات. صحيح. الدكتور طارق الحواس، شكرا لمداخلتك وشكرا جزيلا لك. دكتور الهنوف، نرجع لك، سؤالي لك مفتوح، تفضلي أسمع تعليقك. أنا أحب أسمع تعليقك دكتورة. طيب، هل في مجال تشيل الميوت حتى أقدر أسمع إجابتك؟ كذا واضح؟ أي كذا ممتاز، يلا تفضلي. أشكر سعادة فضيلة الشيخ الدكتور الحواس حقيقة على التوضيح والتنويه، لكن احنا نتكلم بالمسار الاجتماعي. الرجل الحقيقي والمرأة الحقيقية المعتدة بنفسها والمعتد بنفسه اللي يجي بشكل واضح وصريح ومباشر يقول أنا حاب أتزوج، ويكون متزوج بالطريقة الصريحة الواضحة المباشرة. أي نعم، في معضلات عندنا على المسار المالي في قضية المهور وفي قضية الحفلات، وهذه نمط سلوك مجتمعي معين قاعدين نعاني منه إحنا، لكن هذا لا يعني أنه زواج المسيار ما شكل عندنا آفة مجتمعية. شكلت عندنا في مجتمعنا السعودي آفة اجتماعية تسمى زواج المسيار، وليس هي مسير. المسير هو البسيط الخفيف المال، لكن المسيار اللي هو يسير وقت ويروح وقت. ففي فرق أنا عندي في هذه اللفظة، قضية الميسر والمسيار، لأن احنا كذا بهذه المسميات اللي نطلقها نعكس صورة جيدة عند الشباب والشابات في أنه الزواج هذا ميسر وسهل، وهو يفتقر لبعض الجوانب. أو تعالي يا بنت تنازل عن حقوقك. الرجل في هذه الزواجات لا يتنازل بشكل كبير. المرأة، وأنا قلتها بداية اللقاء، هي عدوة نفسها في تنازلاتها في هذا الزواج. الرجل التنازلات اللي يقدمها
تكون ميسرة له على كلام سعادة فضيلة الشيخ الحواس، أنه ييسر عليه بالمال، ييسر عليه في البيت وغيره وفي المبيت واواوا. لكن المرأة بالنسبة لي أنا أشوف أنها هي اللي 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 حرمت نفسها من كثير من الحقوق في هذا الزواج. بالآخر يعني بنهاية هذا الحديث، لا يصح إلا الصحيح. زواج هو الزواج الوحيد اللي معروف أمام الله وخلقه. الرجل الحقيقي اللي يسمى رجل يجي أمام الناس وأمام الملأ وأمام حتى لو كانت زوجته الأولى، مو من وراها يتزوج، لأنه غالبا هذا شكل من الزواجات في مجتمعنا. وأنا في مجال الاجتماعي في العيادة ألقاه يصيب تماما اللي عنده الزوجة أولى. الرجل الحقيقي هو اللي يكون قيادي في قضية التعدد إذا كان الظرف يسمح بذلك أو ظروفه، وهذا الموضوع ما بيخوض فيه، لكن يكون واضح وصريح أمام الملأ وأمام زوجته وأمام الكل، يكون قيادي في هذا القرار. المرأة الحقيقية اللي حافظة نفسها، اللي فعلا تحب لنفسها الخير، اللي تعطي ذاتها استحقاقها، هي اللي تجي تكون بشكل صريح وواضح. الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي كتابه قال لهن مثل الذي عليهن، وشروط والحقوق للمرأة وللزوجة في هذا العلاقة اللي أنا أسميها علاقة قدسية منزلة من السماء بدأ فيها الله الخلق من آدم وحواء. انك ما تتنازلين عن ولا شيء، حرام التنازل في حق انت، يعني الله سبحانه وتعالى شرعه لك، لا تحرمين نفسك شيء. بعدين انت قلتي كلمه يعني واحده منكم اتوقع انها وضحت نقطه جدا مهمه، انه بعد وقت تبدا تقول انا وين حقي، انا ابغى اجيب اطفال، انا ابغى انجب. ففعلا الاحتياج الرئيسي هو اللي بيبين مستقبلا. صحيح. وكمان اضيف على كلامك اذا تسمحي لي دكتوره، الانسانه او المراه اللي عندها كرامه وعندها عزه نفس لا تقبل بمثل هذا الزواج. هذا رايي طبعا شخصي، ولكن انا ودي اسالك سؤال، نعم او لا، هل تعتبرين دكتوره الهنوف ان الزواج المسيار اليوم يعتبر زواج فاشل؟ والله في ناس كثيرة الآن تبرمجوا للأسف على أنه هذا الزواج هو الزواج المناسب لها بطبيعة. أنا ودي نعم أو لا من وجهة نظرك دكتورة. فاشل 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 فاشل. هذه بكلمة ممتاز. دكتور الهنوف، هل أنت تشوفين أنه يجب إعادة النظر حول تشريع هذا النوع من النوع من الزواج الخاص في انتقاص لحقوق المرأة وتعتبر متعة سرية؟ أنا أتفق معك، وقد سميتها مسميات أنا يعني والله يعني ما ودي أدخل في العمق، ولكن فعلا تسمى زواجات مقننة أو زنا مقنن. هذا أنت بتجيب ورقة بينك وبينها، هذا نوع من أنواع الزواجات اللي يسمى زنا مقنن، اللي يجيب ورقة بينك وبينها وما في شهود، هذا نوع من الزواجات اللي بعض المرات يسمونه مسيار، وهنا حرام، حرمة الدم، هذا حرام. نعم. الشيء الثاني اللي هو المسيار اللي احنا نسمع عنه، اللي جزء من أهلها وهلها، يناسب بعض الناس، لكن فعلا المساوئ اللي تجي وراه يا كثرها، وتجوني في العيادة بعد المشكلات للأسف. والله يا دكتورة الهنوف، أنا أسمحي لي أول شيء أنه أنا أرفع لك القبعة وأشكرك على جراءة طرحك وعلى الشفافية اللي تناولتي فيها هذا الموضوع. دكتورة الهنوف الحقيل، مستشارة أسرية وزوجية، شكرا لتواجدك معنا اليوم. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدها نكمل.